بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي بقى البداية الفعلية لكورس ال 2 جي بلاننج. المرة دي الحلقة دي هيكون فيها introduction عشان بس نفتح المواضيع كده ونقرب وجهات النظر للناس اصلا اللي هي متعرفش بلاننج اصلا بالكلية كده. في ناس طبعا اللي بتسمعني اكيد ممكن تكون شغالة اوريدي اصلا بلاننج او شغالة optimization، فهي بكل الاحوال عندها درايه هو البلاننج ده عباره عن ايه، لما في ناس ما تعرفش. فاحنا لازم نبتدي بايه، بانترودكشن فيها كلام كتير. يعني انا مش هتكلم تكنيكال قوي على قد ما هتكلم كلام اللي هو تنظيم لدماغك او تفتيح لدماغك والافكار اللي فيها عشان تبقى فاهم هو ايه البلاننج ده. كويس؟ طيب المرة دي وممكن كمان المرة الجاية، معرفش يعني، على حسب بقى الدنيا ما تمشي معايا. طيب الأول كده، ايه الفرق بين البلانينج والأوبتمايزيشن؟ خلاص، يعني انت لما تيجي تقول بلانينج ده في الآخر شغلانة بتشتغلها، وأوبتمايزيشن ده في الآخر شغلانة انت بتشتغلها، تمام؟ طبعا هو انا ما بتكلمش على من وجهة نظر العلم كعلم، لا انا بتكلم على من وجهة نظر أذا جوب، كشغلانة كشغل، تمام. لما تيجي تحكم على أي شغلانة هي المفروض إن أنا أعمل فيها إيه، المفترض تفكر هو إيه الـ KPIs بتاعت كل الشغلانة دي. المفروض تفكر هي إيه الـ KPIs بتاعت الشغلانة. يعني إيه KPI؟ KPI معناها K Performance Indicator. خلينا نكتبها KPI، معناها ايه؟ K Performance Indicator، وان شئت قل Indicators. طبعا الناس بتاعت ال Optimization ما اقول KPI فاهمة يعني ايه، تمام. للي ما يعرفش KPI يعني ايه، KPI كلمة Indicator معناها مؤشر. كلمة indicator معناها ايه؟ مؤشر. مؤشر لحاجة معينة. كويس؟ مؤشر لإيه؟ مؤشر للبرفورمنس بتاعك. خلاص؟ يعني أنا مثلا خلينا ندي مثال. أنا لو جيت قلت لك مثلا واحد مثلا بيشتغل نقاش، أي مثال، المثال اللي جه في دماغي، واحد بيشتغل نقاش، نقاش ده بيدهن الشقة وهكذا ويظبطها. كويس؟ النقاش ده مثلا بيشتغل في شركة، خلاص احنا بنقول سي مثلا الراجل النقاش دهوت، بنقول له ايه؟ بنقول له انت المفروض في الشهر تكون خلصت مثلا 20 شقة، مع ان ده صعب بس هنقول مثلا 20 شقة. كويس؟ ويبقى هو ده الكي بي اي اللي انا بقيس عليه، هو الراجل ده بيأدي شغله ولا مش بيأدي شغله. يعني مثلا لو هو عمل 15 من 20، 15 شقة خلصهم، يبقى هو الكي بي اي بتاعه اللي مطلوب منه ما تحققش، بس حقق نسبة منه. ممكن يكون النسبة دي اكسبتد وممكن يكون لا. كويس؟ فيبقى انت لازم تفكر هي ايه الكي بي ايز بتاعت الشغلانة عشان تعرف هي الشغلانة دي مفترض ان انا اعمل فيها ايه اصلا. صح؟ تمام كده؟ كويس؟ طيب وبالتالي الفرق في الشغل ما بين البلاننج والاوبتمايزيشن هو معرفتك بالكي بي ايز بتاعت كل واحد فيهم. يعني الاوبتمايزيشن كي بي ايز او البلاننج كي بي ايز هو ده اللي هيوضح لك الفرق بين الاثنين وبعض، لان في اوقات ناس بتعمل تداخل ما بين الاثنين وبعض. يعني نفكر ان البلاننج ده حاجه من ضمن الاوبتمايزيشن والاوبتمايزيشن حاجه من ضمن البلاننج وهما حاجتين مع بعض وهكذا، تمام. ممكن تفكر كده على فكره، بس لا، هما حاجتين منفصلتين، تمام. ويفضل ان هما يكونوا منفصلتين، وممكن في الشرح قدام اقول لك ليه يفضل ليه الانفصال ده، تمام. طيب لو جينا نقول هو البلاننج ده، البلاننج الكي بي ايز بتاعته ايه؟ يعني هو بيفكر عاوز ايه؟ يعني الراجل البلاننج، مهندس البلاننج ده لما بيجي بيفكر، هو لما بيبلان ان هو عاوز مثلا يحط شوية سايتس هنا عشان يعملوا تغطية معينة، ايه الكي بي ايز بتاعته؟ بيفكر في ايه؟ انا حتى من ضمن الكلام قلت، تمام. الراجل بتاع البلاننج مينلي عنده
التلاتة كي بي ايز، يعني المحاور التلاتة اللي بيشتغل فيهم هما التلاتة دول. يعني ممكن يكون بيبلان ان هو يحط سايت في المكان ده هوت عشان سبب من تلاتة، كويس؟ يعني التفكير اللي في دماغه واحد من تلاتة، الكي بي ايز بتاعته واحد من تلاتة. ايه هما؟ يعني تعالى نقول كده بلانينج كي بي ايز. اول حاجة هي النتورك كفرج، الايه النتورك كفرج. كفرج يعني ايه؟ يعني تغطية. اهم حاجة عند الراجل البلانر، اهم حاجة عند الار اف بلانينج انجينير، التغطية. يعني ايه؟ ما يكونش مكان موجود الا وفي سايت بيغطي المكان ده، تمام؟ ده بص، ده اهم حاجة عند الراجل بتاع البلانينج، ما عندوش تفكير تاني، ده اهم حاجة، كويس؟ احنا هنتكلم ان هو ممكن يطلع الراجل البلانينج ده، ممكن يبلان ان هو يبقى موجود هنا سايتس لاسباب اخرى هقولها دلوقتي، بس اهم حاجة فيهم ان يكون السايت ده محطوط عشان المكان ده هو ما فيهوش تغطية وهو عاوز يغطي. وضحت كده؟ ده اهم ايه؟ ده اهم حاجة عند الراجل بتاع البلانينج، تمام؟ انت مثلا بتتكلم في اريا، مكان جديد خالص فاضي، والمكان الفاضي ده بدأ يدخل فيه بنيان وعمارات ومباني وهكذا، فانت في ناس، فانت المفروض ان انت تكسب الناس دي، فانت المفروض تحط لهم كفرج، خلاص؟ فيبقى اول حاجة الراجل بتاع البلانينج بيفكر فيها ان هو يبلان سايت، بيفكر فيها ان المكان ده هو ما فيهوش تغطية وانا عاوز يبقى فيه تغطية. سهلة؟ تمام؟ طيب، تاني حاجة بيفكر فيها، يعني ممكن يعمل، ممكن يبقى بيفكر ان هو يبلان لإيه؟ تاني حاجة النتورك كاباسيتي. خد بالك الأهمية بالترتيب زي ما أنا كاتبهم كده، يعني الأول الكفرج اللي هو التغطية الأهمية الأولى، ثم بعد كده الكاباسيتي. يعني إيه كاباسيتي؟ كاباسيتي، هل أنت عمرك شفت مثلا نتورك مثلا مبنية مثلا سي سنة 97 98 زي مثلا في مصر شركة اورنج الحالية، هي كانت موبينيل في الاول، تمام؟ هي موجودة مثلا في الماركت المصري وهي اول شبكة موجودة من سنة 97 او 98، تمام؟ طيب، هل انت معتقد مثلا ان نتورك زي موبينيل اللي هي حاليا اورنج، هل تعتقد ان هي عدد الناس اللي بتخدمهم سنة 97 هم الناس اللي بتخدمهم مثلا سنة 2010 هم اللي هتخدمهم سنة 2020 هم اللي هتخدمهم سنة 2030؟ أكيد لأ، صح؟ أكيد لأ. طيب إيه اللي بيجد؟ هل اللي بيجد مثلا إن الأريا دهيت ما فيهاش تغطية؟ لأ، ممكن يكون فيها تغطية، يعني الـ KPI الأولاني ده متحقق اللي هو الكفرج. بس الفكرة إن أنت وأنت بتعمل بلاننج في المرة الأولى كنت مبلان مثلا ان المنطقة دي فيها مثلا 5 عمارات، تمام؟ بمرور الوقت بقى 20 عمارة. 20 عمارة يعني ايه ترجمتها؟ يعني في الاخر ترجمتها population، عدد ناس، يعني capacity، خلاص؟ فالطبيعي انك انت مش هينفع انك انت تسيب الوضع كما هو عليه. لا، ليه؟ لان اي حاجة، اكتر حاجة تضايق السبسكرايبرز او الناس ان انا اكون معايا موبايل في ايديا ومش عارف اعمل كول. مش عارف تعمل كول ليه؟ السبب الاولاني يا اما معكش، مفيش تغطية. طيب، في تغطية. السبب التاني ان ممكن يكون في تغطية ولكن مفيش ايه؟ ريسورسز، مفيش فريكونسز. احنا طبعا بنتكلم 2G بلاننج، فالريسورسز بالنسبة لنا هي معناها ايه؟ تايم سلوت معينة على فريكونسي معين، تمام؟ طيب، فمفيش فريكونسز، مفيش تايم سلوتس فاضية. طب مفيش تايم سلوتس فاضية ليه؟ لأن عدد الفريكونسيز اللي محطوطة اللي معمولها بلاننج في المكان ده هوت أقل من إن هو يوازي عدد الناس اللي موجودة. يعني أنت مثلا لو عندك سي مثلا عندك في الأريا ديت أنت كنت مبلان إن في تو فريكونسيز بيغطوا المكان ده، أنا بدي مثال جزافي كده، تمام؟ طيب التو فريكونسيز دول يعني كام تايم سلوت؟ يعني 16 تايم سلوت، تمام؟
هفترض معاك جدلا يعني ان 16 تايم سلوت دول كلهم الناس ممكن تتكلم عليهم فويس كولز، مع ان ده مش صح طبعا، انت اكيد عارف الكلام ده، لان مثلا في تايم سلوت للاس دي سي سي اتش، في تايم سلوت تانية للبي سي سي اتش وهكذا، صح؟ يعني فانا هفترض معاك يا سيدي ان التو فريكوانسيز دول ب 16 تايم سلوت، لان احنا عارفين ان الفريكوانسي 8 تايم سلوتس، يبقى 16 تايم سلوت دول بيتكلم عليهم 16 انسان في نفس اللحظة، تمام؟ وهفترض معاك كمان ان انت مش شغال هاف ريت، لا اشتغل كمان يا عم، سوري مش شغال فول ريت، اشتغل كمان يا عم هاف ريت. هاف ريت يعني ايه؟ يعني التايم سلوت تستخدمها تو يوزرز، يعني اضرب 16 في 2 يبقى كام؟ 32 تايم سلوت، تمام؟ كأنك انت عندك في نفس اللحظة في نفس الوقت تقدر تخلي على التو فريكونسيز دول 32 مكالمة مفتوحين مع 32 شخص مختلفين. افرض الراجل رقم 33 حب يتكلم، هتعمل ايه؟ مش هتعرف. طب الراجل رقم 34؟ مش هتعرف. طب افرض الاريا ديت فيها 100 بني ادم عاوزين يتكلموا في نفس اللحظة، انت اخرك كام؟ اخرك 32 واحد يتكلموا في نفس الوقت، ما انتش قادر تغطي، او مش قادر، مش قادر تغطي بقى، مش قادر تبقى توازي الكاباسيتي اللي معروضة عليك، فاهمني ازاي؟ فمن ضمن الاسباب انك بتعمل ايه؟ انك ممكن تبلان انك تحط سايت جديد عشان السايت الجديد ده يبقى يغطي، يزود في التغطية ويخدم مع السايتس اللي موجودة، فيقوم الميت يوزر دول يتوزعوا على السايت ده وعلى السايت ده. يعني لو كان عندي سايت مثلا بيخدم 50 يوزر وانا عندي 100 بني ادم، فانا ممكن احط سايت تاني والسايت التاني ده يخدم ال50 التانيين مع السايت الاولاني. يبقى كده انت بدل ما كان عندك مشكله ان سايت واحد مش قادر يستحمل 100 مكالمه في نفس اللحظه، خليت ال 100 مكالمه يتعملوا على سايتين. فانت ممكن من احد الدرايفرز يعني الحاجه اللي هتقودك، يعني من احد الدرايفرز الحاجات اللي هتخليك تفكر يعني انك تعمل سايت، ان انت عندك الكاباسيتي بتزيد، تمام؟ تمام كده؟ طيب جميل قوي، جميل قوي. طب هتقول لي، طب سؤال معلش في حتة الكاباسيتي دي، طب هو مش انت بتقول لي سايت هو ما فيهوش غير تو فريكوينسز بس؟ هقول لك اه. وانت بتقول لي انا عندي مشكلة كاباسيتي؟ هقول لك ايوه. طيب ما تزود عدد الفريكوينسز، يعني بدل ما هم اتنين خلوهم اربعة يا عم، بحبح كده ايديك. هقول لك حلو، هو ده اللي فعلا بيحصل. يعني في بروجكت دايما او في تيمز شغاله جوه اي اوبريتور اسمهم الاكسبانشن تيمز، تمام؟ كلمه اكسبانشن من اسمها، اكسبانشن يعني ايه؟ يعني بزود حاجه، بعمل اكستند الحاجه، كويس؟ بعمل اكستند لايه مثلا؟ سايت مثلا ما فيهوش غير تو فريكوينسز، وانا عاوز ازود عدد، ازود اكسباند الفريكوينسز بتاعه السايت ده، بحيث ان هم بدل ما هم يكونوا اتنين يكونوا اربعه. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تزود تو فريكوانسيز في المكان ده، تمام؟ طيب حلو، ممكن تقدر تعمل ده، سهله، تمام؟ طيب سهله سهله، بس بشرط انك ما تجيش تحط تو فريكوانسيز في مكان هم يعملوا انترفيرنس على حد، او على سيل تانية يعني، او على سايت تاني، او سايت تاني يعمل عليهم انترفيرنس، صح؟ عشان كده انت بتختار تو فريكوينسز معينين هم اللي يجوا يتحطوا في المكان ده، مش اي تو فريكوينسز كده والسلام، تمام؟ طيب يبقى التفكير الاولي لما الاقي كاباسيتي بتزيد ان انا اعمل اكسبانشن، ده منطقي، مش هروح اعمل سايت جديد يكلفني ملايين الجنيهات، تمام كده؟ عشان في الاخر شويه ناس زادوا عندي، ده منطقي وطبيعي. لا، الطبيعي ان انا بعمل الاول باكسباند في السايت، تمام كده؟ يعني بقعد احط له هاردوير مثلا لو ما فيهوش الهاردوير الكفايه، او ان انا لو الهاردوير متركب انستولد في السايت، اقدر ان انا اعمل كونفيجريشن ان انا احط هنا تو فريكوينسز وهكذا، تمام؟ طيب بس انت هيجي لك لحظه وعدد الناس ده بيزيد بيزيد بيزيد، ما عادش الاكسبانشن نافع معاك، خلاص. ليه ما عادش الاكسبانشن نافع معاك؟ للسبب اللي لسه قلته من شويه، اللي هو الانترفيرنس. وعمليا اكتر حاجه مزعله النتورك بتاعت الجي اس ام هي الانترفيرنس، على الرغم ان المفروض ده ما يحصلش، صح كده؟ هقول تاني، المفترض انك انت لو عامل بلاننج مظبوط للجي اس ام نتورك، المفروض انت ما عندكش انترفيرنس. ليه المفروض ما عندكش انترفيرنس؟ لان انت لما بتيجي تحط سايت بتختار فيه فريكوينسيز
مش مأثرة بأي شكل من الأشكال على أي سيل تانية أو سايت تاني جنبك مستخدم نفس الترددات اللي أنت مستخدمها، تمام؟ اللي هو الفريكونسي ريوز كونسبت، صح؟ اللي هو أنا بريوز الفريكونسي في مكان ما يعملش انترفيرنس على حد، ولا الحد ده يعمل عليا انترفيرنس، صح؟ فالمفترض إن أنت حاطط السايتس وعامل بلاننج للفريكونسي بتاعتك بحيث إنها ما تأثرش على أي حد، بس ده ما بيحصلش. ما بيحصلش ليه؟ عشان الجي اس ام ما عادش مستحمل، يعني الناس كتيرة جدا، انت بتتكلم مثلا في نتورك عدد السبسكرايبرز فيها ممكن 30 مليون و40 مليون وانت بتتكلم في مثلا في اريات اريا منطقة كوندنسد جدا او دنس، يعني كثيفة جدا، فالاريا اللي كثيفة قوي كده استحالة سايت واحد يخدمها، فانت لازم تحط فيها كذا سايت، وانت عشان تحط كذا سايت مضطر غصب عنك تستخدم فريكونسيز اوريدي انت مستخدمها جنبك قريبة منك. في سوليوشنز على فكرة بتتعمل ان انت عند لو مثلا اوبريتور مثلا عنده عدد معين من الفريكونسيز بيحطهم كلهم في نفس السايت. طبعا انت ممكن تستغرب وتقول ايه ده، امال بقى فين كونسبت فريكونسي ريوز وفين كونسبت كلاستر وان انا بريوز بعد ديستنس معين عشان انشور ان مفيش انترفيرنس؟ لا لا سيبك من الكلام ده، الكلام ده هجس، الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده في الكتب بس، وانا الناس اللي سمعتني اكيد في الكورسز بتاعه ال 2G بيزكس او حتى في ال 2G اوبتمايزيشن انا الكلام ده نوهت عنه، تمام؟ في فرق بين العلم بيقول ايه واللي احنا عمليا بنعمله ايه. لا عمليا مفيش الكلام ده خالص، وانا واحنا هيجي لنا وقت بنتكلم فيه في الكورس عن الفريكوينسي بلاننج، انت بتعمل بلاننج ازاي للفريكوينسيز بتاعتك، الطريقه يعني او التفكير، فهاجي اقول لك حاجه اشرح بتاع الكونسبت بتاع كلاستر وفريكوينسي ريوز واقول لك ده مش متطبق، مفيش الكلام ده، تمام؟ طيب المهم ان انت عندك حاجه كبيره جدا معضله في الجي اس ام اللي هي ايه؟ الانترفيرنس، مشكله كبيره جدا جدا جدا، تمام؟ ودي على فكره من احد الحاجات اللي ولدت اصلا التفكير ان هم يعملوا سيستم جديد خالص غير ال 2G ويروحوا لل 3G، اصلا سيستم جديد يشيل كده مع الجي اس ام عشان الجي اس ام ما عادش مستحمل، تمام؟ طيب يبقى لما يكون في عندك كاباسيتي، مشكله كاباسيتي، التفكير الاولاني ان انت بتعمل اكسبانشن في السايت، هاردوير بقى بتزود هاردوير وتزود فريكوانسز وهكذا، بس هيجي لحظه زي ما قلت لك ومش هينفع، فانت بتعمل ايه؟ لا بتيجي بقى تقسم الاريا ديت، بتقسم عدد الناس دول على عدد سايتس اكتر، يعني مثلا الاريا ديت مخدومه بسايت واحد وهو مش قادر، تزود سايت معاه تاني، بتكون انت طبعا عملت الاكسبانشن فما عادش نافع فبتكمل، خلاص ماشي كده. طيب يبقى البلاننج كي بي ايز، اول حاجه نتورك كفرج، تاني حاجه انت بتعمل ايه؟ نتورك كاباسيتي، تمام؟ بتكون بتعمل سايت، بتضيف سايت خلاص، مش عشان تغطيه ولكن عشان هنا كاباسيتي انت عاوز تظبطها، تمام ماشي. طيب ايه الحاجه الثالثه اللي ممكن تخلي الراجل بتاع البلاننج يبلان ان هو يعمل سايت جديد في مكان معين، تمام؟ او مجموعه سايتس حتى، تمام؟ الايه؟ الكواليتي، نتورك كواليتي، نتورك ايه؟ كواليتي. طيب نتورك كواليتي، بص مش دارج قوي ان يكون من احد الاسباب اللي تخلي الراجل بتاع البلاننج يعمل سايت هي الكواليتي، تمام؟ مش كتيره قوي، ما بتحصلش كتيره قوي، لكن بتحصل وكل حاجه، لكن اهم اتنين هم مين؟ الكافرج او الكاباسيتي. يعني انا ممكن ابلان سايت نهوت في المكان ده او في الاريا ديت عشان ما فيش كافرج اصلا، او ممكن ابلان سايت في المكان دهوت عشان لا انا عندي الكاباسيتي خلاص مش مستحمله، فانا هزود سايتس تاني عشان تشيل مع بعضها. طيب ممكن تزود سايتس عشان كواليتي، هو مقصود ايه بالكواليتي؟ هو مقصود ايه بالكواليتي؟ مقصود بالكواليتي ان انا في الاخر لما بدي لك سيرفيس معينه، لو احنا طبعا بنتكلم على 2G سيرفيس زي الفويس كول، الفكره انك مش بتتكلم وخلاص، لا انت بتتكلم كول انت راضي عنها، الكواليتي بتاعتها كويسه، تمام؟ ما تبقاش مش سامع الطرف التاني او سامعه الخط بيقطع او المشاكل الكتيره بتبقى في المكالمات دي، تمام؟ لا انت عاوز تسمع مكالمه نظيفه، صح؟ يعني اديك مثال بلدي خالص، انت مثلا عندك الشقه بتاعتك عاوز تبيضها، جيب النقاش وتقول له بيضها وهكذا، خلاص؟ طيب
هي الفكرة ان هو مسك البوهية كده وقعد يدهن وخلاص، ولا الفكرة في الاخر ان هو بيعمل شغله بنظافة، وان الدهان اللي دهنه ده يقعد معاك سنين، وان هو يكون داهن كل الشكل كله متناسق مع بعضه، صح؟ يعني الفكرة ان هو مش بيدهن وخلاص، لا الفكرة ان هو بيدهن بكواليتي معينة انك تكون راضي عنها، ان هو بيأدي الحاجة بشكل مظبوط. نفس الكلام انت، الفكرة ان انا مش بدي لك سيرفيس وات ايفر، ايه السيرفيس دي خلاص، في ال 2G هي الفويس كول، مش بدي لك سيرفيس انت زهقان منها، لا خلاص. طيب يعني انا ممكن اطلع سايت عشان عندي مشكلة كواليتي؟ اه ممكن تطلع سايت عشان انت عندك مشكلة كواليتي، خلاص في كواليتي في مشكلة. اديك مثال، مثال عملي، اديك مثال عملي. بص يا سيدي، مثال في السريع كده. بص يا سيدي، انا مثلا عندي ده طريق، ده طريق، طريق عادي، والطريق ده معدي فوق بحر او فوق نهر، يعني هنا كده ريفر، نهر اور سي، بحر. المهم ان هنا في ايه، في هنا في المكان ده مسطح مائي، في هنا في المكان ده مسطح مائي، يبقى في طريق كده، الطريق ده رايح جاي خلاص، والطريق ده زي كأنه كوبري مثلا ومعدي فوق نهر، تمام. طيب تمام قوي. انت الطريق ده انت عشان تغطيه ممكن مثلا على سبيل المثال تحط سايت هنا في الاول كده، وتحط سايت هنا كمان، وهكذا طريق ماشي حلو، ده هيرمي التغطية بتاعته كده، وده هيرمي التغطية بتاعته كده، فانت اوفرول المسافة دي كده انت مغطيها، تمام. طيب فين المشكلة؟ المشكلة ان على جانبي النهر هنا مثلا خلاص، هنا في المكان ده هنا كده مثلا في ناس قاعدة، في عمارات صح، فالطبيعي ان انت برضو كنت حاطط سايتس هنا. شوف انا بديك كيس معينة يعني، تمام. فالطبيعي انت مثلا ايه، كنت حاطط سايت هنا كده مثلا، سايت اهو عشان يغطي الاريا دي، تمام حلو كده. يبقى انت في سايتس محطوط عشان تغطي الطريق ده، وفي سايتس تانية عشان تغطي العمارات اللي هي على جانبي النهر او الكلام من ده. طب المشكلة فين؟ المشكلة ان هنا ده مسطح مائي، وفي فينومينا او ظاهرة يعني بتقول لك ايه، السيجنال، سيجنال اللي هي الالكترو ماجنتيك سيجنال ماشي، الكترو ماجنتيك ويف بتاعتك، لو خرجت في الهواء وقابلت مسطح مائي، المسطح المائي ده بيعمل كأنه بيعمل عليها كأنه دكت، عارف دكت يعني ايه؟ يعني كده، عارف الدكت اللي احنا بندخل فيه السلك مثلا، خرطوم مثلا، او انت عايز تمشي حاجة في حيطة فبتحط لها خرطوم كده عشان تفضل ماشية فيه او هكذا، الدكت دكت، تمام كده؟ تمام؟ ففي فينومينا بتحصل مع اي مسطح مائي، ان لو في سيجنال راحت عند مسطح مائي، البحر او الميه بتعمل كانها دكت فتمشي جواه السيجنال، فكأن الميه دي اصبحت كانها ويف جايد للايه، للسيجنال بتاعتك، وتاخدها بقى تمشيها، بقى تاخدها تمشيها مسافات طويله طويله طويله. يعني انا عايز اقول لكم مثلا، مثلا في سايتس بتكون في السعوديه، واحنا في مصر في الطور، او في مثلا في نويبع او الكلام ده، والتغطيه بتاعت زين او الكلام ده وصلنا في مصر، شايف المسافه دي؟ يعني انت بتتكلم في قناه السويس كلها وخليج العقبه ومش عارف ايه، مسافه كبيره جدا، ورغم من كده كفرج جاي لك من دوله تانية، ودي حاجه. ويعني مثلا احنا اوقات في مصر في سايتس بتبقى موجوده في مكان مثلا في اريا، وتلاقيه موصل لحد الصعيد مثلا، موصل بمسافه بعيده جدا خلاص، صيد في المعادي وتلاقيه موصل عند بني سويف، تمام. ليه؟ لان السيجنال دي متشاله في الميه، الميه شالت السيجنال دي، فينومنا معروفه اصلا، تمام، ودي مشكله كبيره طبعا، تمام. فالمهم ان الكفرج بتاع السايد ده وصل عن طريق الميه لحد هنا كده، فبقى الحتة دي كده فيها ايه؟ فيها تأثير، الحتة دي كده فيها تأثير السايت ده، فيها تأثير السايت اللي هو بالازرق ده، تمام؟ طيب افرض جدلا، افرض جدلا معايا ان السايت ده كان مثلا الفريكونسيز بتاعته اللي شغال بيها اللي هي وصل تأثيرها هنا
اف واحد واف خمسة. والسايت ده كان برضو مستخدم نفس الفريكوانسيز اف واحد واف خمسة، وانت مش مد اخوانه لان السايت ده بيخدم في مكان والسايت ده بيخدم في مكان تاني، فانت بتقول صعب ده يوصل لده، ده في مكان وده في مكان تاني خالص، فانا سهل ان انا اعمل فريكوانسي ريوز واستخدم اف واحد واف خمسة، وهنا استخدم اف واحد واف خمسة. لكن تأتي المشكلة من ظاهرة الدكتنج، فتأثير السايت ده وصل لحد هنا، فبقت الحتة اللي انا عامل رسمها هنا دي كده، دي كده اصبحت ايه؟ انترفيرنس سبوت. ماشي، انترفيرنس سبوت يعني ايه؟ حتة فيها انترفيرنس، حتة فيها انترفيرنس من مين ومين؟ من السايت ده ومن السايت ده. تمام. طب هتحل المشكلة دي ازاي؟ هتشيل البحر مثلا او النهر من المكان ده، هتردمه؟ مش هينفع طبعا، صح؟ مش حل طبعا. خلاص، فالحل اللي هو ايه بقى؟ طيب تعال نفكر بشكل مختلف، اللي هو ايه؟ انا مشكلتي في الانترفيرنس. طيب هل ممكن اغير اف واحد واف خمسة؟ ممكن، بس غالبا لو غيرتهم هيعملوا برضو مشكلة. ليه؟ لان غالبا برضو هتلاقي اي سايت من اللي هو موجود في المنطقة دي كده برضو مستخدم فريكوانسيز من المكان ده. زي ما قلت لكم يا جماعة، عمليا الدنيا قريبة جدا من بعضها، فهتلاقي السايتس كلها بتستخدم فريكوانسيز من بعضها زي بعضها وقريبة من بعضها جدا. تمام. طيب الحل ايه؟ الحل ان لو ناس دخلت في الانترفيرنس سبوت دي اللي هي المنطقة دي كده وحاولت تعمل كول او معاها كول، هيبقى في مشكلة كبيرة جدا. فين؟ في الكواليتي، لان الانترفيرنس بيضرب ايه على طول؟ بيضرب الكواليتي اللي هي الار اكس كوال بتاعتك. تمام. طيب الحل ايه؟ الحل ببساطه، هو انا عايز هنا في الاريا دي ايه اللي يحصل؟ مين اللي يخدمك؟ السايت البعيد ده ولا السايت القريب منك؟ السايت القريب مني. طيب ما هو مفيش حل ليها. الحل بقى انك تعمل ايه؟ انك ممكن تبلان، طبعا الرسمه لعبه كده، وطبعا ممكن تبلان سايت جديد. السايت الجديد ده وليكن مثلا مكانه هنا كده في اللون الاصفر ده. تمام. طيب السايت ده وظيفته ايه؟ هو وظيفته بس جاست ان هو ياخد منك الحته دي كده يغطيها. طيب هو جاي عشان يغطي؟ لا. طب هو جاي عشان يعمل كاباستي؟ لا. طب هو ليه بقى؟ لان انا اوريدي السايت ده، اكتب باللون تاني، لان انا اوريدي السايت ده والسايت ده عاملين لي الكفرج الموجود على الطريق. تمام. طريق لو معدي فوق النهر. تمام. طب هل في مشكله كباستي؟ لا مفيش مشكله كباستي، مفيش. تمام. طب امال ايه؟ لا انا عندي مشكله كواليتي. فالسايت ده مش جاي عشان اي حاجه. تمام. فهو سايت ليه مهمه محدده، اللي هي ايه؟ اللي هي ان هو يجي يطلع الكفرج بتاعه. تمام. بليفل مثلا ماينس 50 دي بي ام. طيب يبقى هو بيطلع لي سيجنال، يعني الناس اللي موجوده هنا كده عشان هو قريب جدا وهو جاي عشان حته معينه. خلاص ماشي، 100 متر 200 متر مثلا، فهو جاي هيدي لك ليفل عالي جدا اللي هو ماينس 50 دي بي ام. لما تيجي تقارن الليفل العالي جدا ده كومبيرد بي اللي بعته لك الراجل اللي من بعيد ده، الراجل اللي من بعيد ده مثلا ممكن يكون موصل لك بليفل مثلا ماينس 70 دي بي ام او ماينس 75 دي بي ام. فلما تيجي تبص على الاوفر اول كارير 2 انترفيرنس ريشيو هتلاقي كام؟ هتلاقيها ماينس 50 على ماينس 70 كارير 2 انترفيرنس، يعني كارير باور كومبيرد بي الانترفيرنس باور. مين الكارير بتاعك؟ هو ده مين الانترفيرنس بتاعك اللي هو بيعمل لك انترفيرنس من بعيد؟ فكارير باور كومبيرد بي الانترفيرنس باور تديك كام؟ ماينس 50 على ماينس 70، حتى لو هما الاثنين مستخدمين نفس الفريكونسي. حتى لو مستخدمين نفس الفريكونسي، ما هو بصوا، انا دايما ليا جمله شهيره، احنا مهندسين مش كفتجيه، احنا مش بتوع كفته. هي الموضوع في الاخر ليه علاقه بقيمه الكارير تو انترفيرنس ريشيو، لان انت كده كده عايش في انفايرمنت انترفيرد، انت كده كده عايش في مكان انترفيرد، كده كده عايش في مكان فيه نويز مش تقدر تمنعها. يبقى الحل مش انك انت تفكر انك تمنعها، لا، الفكره انك تعمل ريشيو ما بين اللي انت عاوزه واللي انت مش عاوزه. تعمل ريشيو ما بين الكارير تو انترفيرنس، الكارير ده اللي هو بتاعي اللي انا عاوز اتكلم عليه، الانترفيرنس اللي هو اي حاجه خارجيه جايه لي من بره عامله لي عليها انترفيرنس. فلما تيجي تبص على الاوفر اول كارير تو انترفيرنس ريشيو بالشكل ده، ده يديك ايه؟ فيري جود كواليتي تعرف تعمل عليها كول. يبقى انت كده حطيت سايت عشان ايه؟ عشان تتغلب على مشكله كواليتي ما كانتش في الحسبان. تمام.
تمام كده؟ كويس؟ طيب فدلوقتي الدرايفرز بتاعة الراجل بتاع البلاننج هي ايه؟ ان هو ممكن يطلع سايت عشان كفرج عشان يغطي، او ممكن يطلع سايت عشان كاباسيتي، او ممكن يكون هيطلع سايت عشان عنده مشكلة كواليتي في اريا معينة وهو عاوز يعمل بلاننج وهو عاوز يحل مشكلة الكواليتي دي. تمام؟ طب جميل قوي. طيب سؤال، شغل البلاننج ده احنا برضو انا قلت زي ما قلت لك الحلقة دي عبارة عن دردشة بشكل عام كده، تمام؟ زي ما بقول لك البلاننج ده هل شغله مؤقت ولا مستمر؟ يعني مثلا هل هيجي لحظة من اللحظات مثلا مش هيبقى في حاجة اسمها التيمات بتاعت البلاننج مثلا؟ مستحيل. عارف ليه مستحيل؟ اديك مثال، مثلا مصر، مثلا مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. طب احنا عايشين على مساحة قد ايه منها؟ عايشين على مساحة من 4 ل 5% من مساحتها. احنا جايين كده عند الدلتا وعند نهر النيل وعند قناة السويس وسيناء وعايشين بس، يعني المكان اللي فيه مية. انما الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي هو واخدين معظم مساحة مصر محدش قاعد فيهم، تمام؟ فلك ان تتخيل ان دولة كبيرة مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع الناس مش عايشة فيها غير على 4 ل 5%. طيب هل تتوقع ان عدد الناس في ازدياد؟ فالطبيعي ان في عمران جديد بيحصل، وده احنا كلنا شايفينه مثلا في مصر. مثلا 6 اكتوبر بيطلع منها حدائق اكتوبر وبيطلع منها كذا، ماشي؟ بتلاقي مثلا التجمع الخامس، بتلاقي مثلا مدينة بدر، يعني مدن جديدة وعمران جديد والدنيا طب المدن الجديدة دي مش انت هتروح تغطي فيها؟ تمام؟ ف ف ف ف ف ك ف ك ك كفرج انت هتفضل تغطي طول العمر. استيل الراجل بتاع البلاننج على طول عاوز يعمل كفرج. ليه على طول؟ عشان في عمران وفي مباني جديدة وبتطلع وهكذا، تمام؟ واستيل هيطلع عندك مشاكل كاباستي. يعني انت ممكن تعمل بلاننج في مكان، تمام، وتروح تعمل سايتس جديدة عشان كاباستي، صح؟ وضربنا مثال بيها المكان اللي انت اوبريتور مثلا معين عدد السبسكرايبرز فيه كان من داي 1 مثلا 1,000 واحد، بعد 10 سنين مش هيفضلوا 1,000 واحد، هيبقوا كام؟ 10 مليون. طب الزيادة الرهيبة في الكاباسيتي دي هتستدعي معاها انك انت تبلان سايتس جديدة وهكذا. فطول ما في كاباسيتي بتزيد، طول ما انت محتاج الناس بتاعت البلاننج، طول ما في مشاكل كواليتي، طول ما انت محتاج الناس بتاعت البلاننج. كمان عشان بس ادللك ان البلاننج هيفضل موجود، تمام؟ كمان انت لو احنا دلوقتي بنتكلم في كورس ايه اصلا؟ 2G بلاننج. 2G، طيب مش في 3G؟ مش في 4G؟ مش في كمان الناس بتتكلم في 5G وهكذا؟ حلو. طيب مش دي كلها، انت مثلا ممكن يكون سايت موجود وكنت انت عامل كفرج 2G واحتجت انك انت تزود في السايت ده 3G، ما ده بلاننج على فكرة، خلاص؟ فانت بتعمل هنا بلاننج لل3G اللي هو مختلف عن ال2G، تمام؟ وبتعمل بلاننج لل4G وبتعمل بلاننج لل5G. فانت ستيل دايما بشكل مستمر عندك الناس بتاعة البلاننج موجودة، تمام؟ وكمان بشكل عملي، هو ليه هو مستمر وموجود؟ لان ببساطة الكي بي ايز بتاعته ديت مستمرة وموجود. هل انا مش هحتاج اكفر؟ هحتاج اكفر. هل انا مش محتاج يبقى عندي كاباسيتي ومحتاج ان انا ازودها؟ محتاج. هل مش هيبقى عندي مشكلة كواليتي؟ هيبقى عندي مشكلة كواليتي. فالكي بي ايز نفسها دي مستمرة، فطبيعي ان هو دايما طالما الكي بي ايز دي انت محتاجها فانت هتحتاج دايما انك انت تعمل ايه؟ دايما انت محتاج الناس بتاعت البلاننج. ده كان كي بي ايز بتاعت الراجل بتاع البلاننج. احنا قلنا في الاول احنا عاوزين نعرف الفرق بين البلاننج والايه الاوبتمايزيشن. طيب سؤال، الراجل بتاع البلاننج ده غطى وتمام وكل حاجه، طيب هل الراجل بتاع البلاننج بيفكر مثلا، بيفكر بيحط من ضمن الحسبان بتاعه او من الكونسيدريشنز بتاعته في الديزاين اللي هو بيحطه، ان هو مثلا وهو بيحط سايت خايف ان يبقى فيه كول دروب ريت عالي، او ان هو مثلا يبقى عنده كول بلوك ريت عالي؟ كول دروب ريت يعني معدل وقوع مكالمات عالي، او كول بلوك ريت ان هو الناس مش عارفه تعمل مكالمات، يعني نسبه البلوكينج عاليه، تمام؟ او هل هو حتى اصلا بيفكر ان هنا الكواليتي مش حلوه؟ لا خالص، تمام، ما بيفكرش في الكلام ده خالص. يعني بشكل عام الراجل بتاع البلاننج مش مهتم بالبرفورمنس بتاعت النتورك،
يعني اداء النتورك ايه بعد ما ركب السايتس هو مش مهتم بيها، ما يهموش. زي ما قلت لك، هو اهم حاجه عنده تغطيه، اهم حاجه عنده، واخد بالك؟ اهم حاجه عنده دي، اهم حاجه عند الراجل بتاع البلاننج، ان هو دايما يغطي. منين ما تمشي بموبايلك تلاقي فيه شرط في الموبايل ومتغطي، تمام؟ امال مين اللي يهمه ان انت لا النتورك وهي شغاله شغاله مظبوطه؟ مين؟ الناس بتاعت الاوبتمايزيشن، صح؟ الناس بتاعت مين؟ الاوبتمايزيشن، كويس. هما دول الاوبتمايزيشن، ماشي؟ الاوبتمايزيشن اسمهم سيستم تيونينج، ماشي؟ سيستم تيونينج، خلاص. يعني ايه سيستم تيونينج؟ يعني انا عندي السيستم اللي اسمه 2G او اي سيستم، واتيفر 3G اي حاجه، هما بيقعدوا يعملوا تيونينج للبارامترز بتاعتك. والناس طبعا لو سمعت مني اي كورس من كورسات الاوبتمايزيشن، يعني حاجه دقيقه جدا ومعقده جدا يعني، تمام؟ يعني كميه بارامترز وكونسبتس لا حصر لها، عشان في الاخر انت لما تحط النتورك تشتغل باداء معين، انت بقى بتقعد تغير في البارامترز ده، تغير الفاليو بتاعت البارامتر ده من ماينس 102 تخليها ماينس 100 عشان هدف معين، عشان حاجه معينه، وهكذا، تمام؟ طيب جميل قوي. يبقى الراجل بتاع البلاننج ما يهموش اداء النتورك بعد كده ايه، ما يهمهوش اداء النتورك بعد كده ايه، تمام؟ حلو. طيب الاوبتمايزيشن كي بي ايز، الراجل بتاع الاوبتمايزيشن ده بيبص لايه؟ بيبص لحاجتين من لي، يعني الكي بي ايز بتاعته اللي بتخليه يشتغل حاجتين، او بيبص بيعمل حاجتين، هو بيعمل حاجتين الشغلانه بتاعته، يعني بيمينتين البرفورمنس، ولو مش هيعرف يعمل، ولو عمل مينتين وتمام، ولو هو عمل مينتين هيعمل انهانسمنت. ماشي؟ انهانسمنت، فاهمك يعني ايه دلوقتي حالا، تمام؟ مينتين يعني ايه؟ كلمة مينتين يعني يحافظ على، يحافظ على البرفورمنس، يحافظ على معدل الأداء الكويس بتاع الايه؟ النتورك بتاعته في الاريا اللي هو شغال فيها. طبعا كل اوبتمايزر بيبقى شغال في اريا، بياخد اريا، يعني مثلا ممكن واحد تكون اريته مثلا كايرو، واحد تاني اريته كاليكس، واحد تاني اريته كذا، تمام؟ طب اصغر من كده شويه يعني، تمام؟ طيب يعني ايه مينتين بيرفورمنس؟ يعني يحافظ على البرفورمنس بتاعه النتورك، ان هي تفضل زي ما هي. يعني لو هو عنده نتورك شغاله وكويسه وما فيهاش مشكله، خلاص يفضل محافظ على الوضع ده، خلاص يفضل محافظ على الوضع ده، يعني ما يحصلش ديجريديشن في النتورك. يعني ايه ديجريديشن؟ يعني مثلا هو مبلان ان مثلا نسبه الكول دروب ريت مثلا وليكن 0.1%، لو بقت 0.5% يبقى ده معدل وقوع مكالمات مش المفروض ان هو يكون موجود، فهو المفروض يشتغل عليه. يعني دي معنى كلمة مينتين البرفورمنس، يعني هو بيحافظ على الأداء الكويس من وجهة نظره في تبع الكي بي ايز بتاعته، زي ما قلت لك كده. يعني مثلا انا عندي الكول دروب ريت مثلا انا طالبها منك انها تكون 0.1%، لو ده اصبح في يوم 0.5% معناه ان كده في زيادة في معدل وقوع المكالمات، وقوع المكالمات يعني مشكلة، تمام؟ فانا هشتغل بقى، هشتغل على 0.5% دي عشان ارجعها تاني ايه؟ عشان ارجعها تاني 0.1%، ماشي؟ عشان ارجعها ايه؟ 0.1%، انا كده بحاول احافظ على الوضع زي ما هو، تمام؟ تمام؟ طيب افرض مثلا ان الكول دروب ريت، انا قايل لك ككي بي اي يعني ركب اوبتمايزيشن، قايل لك حافظ عليه ان هو يكون، حافظ عليه ان هو يكون 0.5%. يعني لو انت محقق 0.5% كده انت تمام، لو اكتر من 0.5% كده مش تمام. حلو. طيب هو انت مش ممكن تحسن كمان في 0.5% دي وتخليها 0.1%؟ خد بالك، ده مثال مختلف عن اللي فوق ده، تمام؟ مش انت ممكن تحسن في 0.5% ان هي تقل وتبقى 0.1%، يعني معدل وقوع المكالمات بايه؟ بيقل، خلاص. ده اسمه ايه؟ انهانسمنت. ده جزء من شغل الاوبتمايزر. بس الحقيقه شغل الاوبتمايزر 80% منه مينتين
يعني احافظ على شغل النتورك يفضل زي ما هو مطلوب، ماشي، ما يبقاش وحش زي ما هو مطلوب، حافظ عليه، و20% بتحسن. انت مثلا ممكن تابلاي فيتشر معينة تحسن لك، ممكن مثلا تحسن في حاجة تقوم تظبط لك الدنيا كي بي اي معين، ماشي، بس هو وظيفته الأساسية ايه؟ منتين. ولو تعرف تحسن في حاجة عن اللي مطلوب منك كمان اعمل كده. يعني مثلا انا قايل لواحد ايه الشقة بتاعتي دهيت انا عاوز ايه ادهنها، معرفش ليه مثال الشقة ده راكب معايا بس مش مشكلة، انا عندي شقة عاوز ادهنها، كويس، وانا قلت له خلال شهر تكون مخلصة، هو خلصها لي في 3 اسابيع، هبقى زعلان ولا ابقى مبسوط؟ اكيد هبقى مبسوط. طب لو خلصها لي في شهر ونص اكيد هبقى زعلان، ليه؟ لان على الاقل يخلصها زي ما قلتها له في خلال شهر، تمام، ماشي كده. لو خلصها في اقل من كده يبقى 100 100، اهو ده معنى الانهانسمنت، او معنى انك انت بتمنتين، تمام، حلو كده. طيب طيب حلو قوي. الكي بي ايز بتاعت بتاعت الاوبتمايزيشن مين اللي بيتكلم في 3 حاجات؟ الكي بي ايز بتاعت الاوبتمايزيشن، اوبتمايزيشن كي بي ايز، هو بيحاول يدور الكي بي ايز بتاعته كلها بتدور حوالين 3 كاتيجوري، يعني 3 تصنيفات. اول حاجه طبعا الناس بتاعت الاوبتمايزيشن اللي بتسمعني دلوقتي تقول لي ياه الكلام ده قعدنا فيه كورس كامل يعني، تمام. طيب اكسسبيليتي، اكسسبيليتي تاني حاجه، حاجة اسمها ريتينابيليتي، تالت حاجة اسمها ايه؟ سيرفيس انتجريتي، تمام؟ دول ال3 تصنيفات بتاعت اي كي بي اي من الكي بي ايز بتاعت النتورك بتدور حواليه. اكسسبيليتي يعني ايه؟ يعني انا عاوز اكسس النتورك، يعني انا برفع تليفوني ماشي وعاوز اكسس النتورك، خلاص، دي معنى كلمه اكسسبيليتي، خلاص. معناها مثلا من احد الكي بي ايز الشهيره في الكلام ده الايه، الكول بلوك ريت، يعني معدل ان المكالمات بيحصلها بلوك، يعني تيجي تعمل مكالمه مش عارف، تيجي ترفع تليفونك كده وتيجي تعمل تلاقي تسمع ايه، نتورك بيزي تي 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 كده، تمام. فتلاقي الكول دروب ريت ده من احد الكي بي ايز الشهيره بتاعت الاكسسبيليتي، انت مش عارف تاكسس النتورك، تمام كده. طب مش عارف تاكسس ليه؟ ممكن يكون مثلا ما فيش تشانلز، خلاص، ممكن يكون في انترفيرنس مخليك مش عارف تستخدم التشانل، صح، وهكذا. فهو في كي بي ايز كتيره جوه التصنيفه اللي اسمها اكسسبيليتي، تمام، في كي بي ايز كتيره ضمن الايه، ضمن التصنيفه بتاعت الاكسسبيليتي اللي هو كل ما يخص الحاجات اللي اليوزر عاوز يعملها عشان ياكسس النتورك، تمام. طيب ريتينابيليتي، كلمه ريتينابيليتي مشتقه من كلمه ريتين، تمام، كلمه ريتين زي كلمه مينتين اللي احنا سالنا من شويه دي. كلمه ريتين يعني ايه؟ احافظ على ايه، على الاستمراريه بتاعت السيرفيس اللي انت بتعملها. لا انت خلاص اكسست، يعني انا مثلا خلاص اكسست، عملت اكسسنج على النتورك، حلو. طيب عملت كول، وظيفه الاوبتمايزيشن ووظيفه اي اوبريتور عامه ان انت لو هتمسك التليفون بتاعك تفضل بتتكلم ساعه ساعتين وانت ماشي عمال تتنقل ما بين بلاد ربنا، المكالمه تفضل شغاله وما تقعش، تمام. الاستمراريه ريتينابيليتي يعني ايه؟ يعني الاستمراريه، خلاص. طيب يعني مثلا من احد الكي بي ايز ايه اللي احنا لسه عاملين نقوله، من احد الكي بي ايز جوه التصنيفه بتاعت الريتينابيليتي اللي هي ايه، الكول دروب ريت، معدل وقوع المكالمات، لان معدل وقوع المكالمات يدل على انك مش عارف تعمل استمراريه في المكالمه، ماشي. كول دروب ريت مثلا الهاند اوفر فيلير، ماشي، خلاص، اللي هو ممكن بسببه يسبب ان الكول يحصل لها دروب ريت، تمام كده. يعني انت لو الهاند اوفر بيفيل معاك وانت ماشي فاللي هيحصل ممكن ما تعرفش تكمل على الكول ديو تو انك مش عارف تعمل هاند اوفر، فاللي بيحصل ايه، مش عارف تعمل استمراريه على الكول فالكول تقع، تمام، خلاص. طيب الكي بي اي التالت اللي هو السيرفيس انتجريتي، سيرفيس انتجريتي اللي هي ايه، ما مدى سيرفيس انتجريتي، معناها ما مدى ال تقديم الخدمه ليك، ما مدى رضائك عن الخدمة. زي ما قلت لكم من شوية، أنا ممكن أعمل سايت عشان إيه؟
ممكن اعمل سايت عشان عندي مشكله كواليتي، لان مش الفكره ان انا اقول لك انت معاك مكالمه في ايديك وخلاص، لا مش معاك مكالمه بتعملها وخلاص، لا مكالمه بكواليتي عامله ازاي. تمام، احد الكي بي ايز الشهيره اللي هو هنا اسمه ايه؟ اسمه اس كيو اي، اللي هو سبيتش كواليتي انديكيتور، يعني انديكيتور لما مدى الكواليتي بتاعت الكلام اللي انت بتتكلمه. خلاص ماشي. يبقى سيرفيس انتجريتي معناها ايه؟ ما مدى انتجريتي معناها شفافيه او نزاهه او نظافه، يعني السيرفيس بتاعتك قد ايه هي كلين ونظيفه. تمام، وهي مش هتبقى كلين ونظيفه الا لو انت محقق النتورك بتشتغل بشكل سليم، ما يبقاش عندك انترفيرنس مثلا. خلاص الانترفيرنس هيضرب الكواليتي، ومن ثم هتبقى ايه؟ السبيتش كواليتي بتاعتك مش حلو. خلاص، فالاوبتمايزيشن كي بي ايز دايما بيدور حوالين الكلام ده. خلاص، دايما بيدور حوالين الكلام ده. خلاص، طيب حلو قوي. السايكل احنا كده خلاص اتكلمنا على الفرق ما بين الاوبتمايزيشن والبلاننج كفروق ما بينهم وبين بعض. تمام، طيب السايكل بتاعت الشغل طبعا الاثنين سواء اوبتمايزيشن او بلاننج هما الاثنين تحت مسمى ايه؟ ار اف، يعني ار اف بلاننج او ار اف اوبتمايزيشن. احنا بنبلان او بنوبتمايز الاريا، الحته بتاعت الار اف اللي هو جزء الراديو او الهواء اللي ما بين الموبايل والبي تي اس. تمام، حلو، حد كمان البي سي يعني. تمام، طيب السايكل بتاعت البلاننج دي بتبتدي منين؟ بتبتدي من انا عندي مكان سايكل سوري بتاعت الار اف، بتبتدي من البلاننج. يعني الاول البلاننج هو اللي بيدخل مش الاوبتمايزيشن اكيد، صح؟ لان انا مثلا عندي مكان كده عاوز اغطيه، تمام، عاوز ابني سايتس هنا، فالراجل بلاننج هو الاول اللي هيدخل، هو كراجل ار هو كراجل بلاننج شغال جوه التيمات بتاعت الار اف. تمام، هو هيقول ان انا عاوز اغطي المكان ده، خلاص هبني مثلا 10 سايتس 10 سايتس. تمام، وهتحط مكانهم فين؟ كل الكلام ده هنجيله بعدين. تمام، وتحط مكان اللي هي سايت لوكيشنز. انا ممكن انا عندي اريا مثلا مساحتها 10 كيلو متر مربع، طيب 10 كيلو متر مربع عايز اغطيهم، اغطيهم بكام سايت؟ ممكن اغطيهم بسايتين، وممكن اغطيهم على فكره ب 50 سايت، الاثنين هيغطوا. تمام، بس فاكتورز تانية كتيره بتحكمك امتى تحط سايتين وامتى تحط ايه 50 سايت. تمام، المهم طلعوا مثلا 10 سايتس في المساحة اللي هي 10 كيلو متر مربع، هتحط مكانهم فين؟ أنا ممكن أحط لهم أماكن مختلفة ويغطوا برضو على فكرة. تمام؟ طيب والسايت ده كمان أنت كراجل بتاع بلاننج هتحط فيه هاردوير، يعني أنت بتقول والله مثلا أنا هشتري كابينتس من هواوي أو من إريكسون أو من نوكيا، طب أنهي كباين؟ طب الهاردوير ده لما تحطه أنهي هاردوير؟ شكل الفيدرز والكابلات، طب انهي انتنز، طب الانتنز دي هتحطها على ارتفاع قد ايه، طب التلت بتاعها ايه، طب الدايركشن اللي هو الازيمس بتاعها او الاورينتيشن، يعني هتتجه الانتنه دي تغطي في انهي اتجاه. كل ده مهمه مين؟ الراجل بتاع البلاننج. فالقصه بتاعه الار اف بتبتدي من عند الراجل ده بتاع البلان. تمام، وبعد ما الراجل بتاع البلاننج يشطب على المفتاح ويديك السايتس والاريا متغطيه وكله تمام، بيسلم الراجل بتاع الاوبتمايزيشن اكوردنج تو كي بي ايز. يعني الراجل بتاع البلاننج بيسلم السايت للراجل بتاع الاوبتمايزيشن، بيسلمه. تمام، يعني ده رقم واحد، وبعدين ده رقم اتنين. بس لما بيجي يسلمه يقول والله بص انا عندي السايتس اهي استلمها مني، عشان مهمة البلاننج تنتهي عند النقطة دي. مهمة البلاننج ان انا ببلان، بحط لك سايتس وهاردوير وتغطية وتمام والدنيا زي الفل. بس الراجل بتاع الاوبتمايزيشن المفروض ده المفروض يحصل، ان هو ما يستلمش من الراجل بتاع البلاننج الا بكي بي ايز معينة. يعني زي ايه مثلا؟ يقول له بص انا الراجل بتاع الاوبتمايزيشن يقول له الراجل بتاع البلاننج يقول له بص انا مش هستلم منك السايتس دي الا لما انت تعمل عليها تيست، ومثلا تطلع لي الكول دروب ريت استلمه منك يكون نص في المية لا يتعدى هذا. طب لو الراجل بتاع البلاننج عامل بلاننج غلط، تمام كده عامل بلاننج غلط، من احد الحاجات اللي جوه البلاننج مثلا ان هو عامل فريكوانسي بلاننج غلط، ففي انترفيرنس موجود، فالانترفيرنس ده مسبب ان الكول دروب ريت بتاعك عالي، بدل ما هو نص في المية زي ما هو مطلوب منك تسلم للراجل بتاع الاوبتمايزيشن فطالع مثلا 1%، ده كتير. يبقى لو انت جيت تسلم، انت راجل بتاع البلاننج جيت تسلم الراجل بتاع الاوبتمايزيشن السايتس وهي فيها كول دروب واحد ريت 1%، هيرفض. ده المفروض يحصل. تمام، وهكذا بقى قيس كده على ده بقى. يبقى المفروض في شويه كي بي ايز كده، تمام،
متعارف عليها ما بين البلاننج والاوبتمايزيشن، زي مثلا الكول دروب ريت، زي الكول بلوكينج ريت وهكذا. تمام كده وهكذا. شويه الكي بي ايز دول هم ايه؟ كي بي ايز اوليه يعني او مبدئيه، هو بتسلم بيها الراجل بتاع الاوبتمايزيشن السايتس، عشان ما هو الراجل بتاع الاوبتمايزيشن هيعرف منين ان السايتس معموله صح. هو ما كانش معاك وانت بتبلان، ما كانش معاك وانت بتحط السايتس، ما كانش معاك وانت بتعمل كافرج، هو ملوش دعوه بكل الكلام ده. هو بيستلم منك سايت على المفتاح، هو بيكمل بقى. عامل بالظبط كده زي ما انت بتشتري شقه في كومباوند، تمام؟ وبعد ما بتشتري شقه في كومباوند انت المفروض في صيانه بقى قاعده، مش عملنا، مش احنا شركه المقاولات اللي جت بنت الكومباوند وخلاص وسابته ومشت، لا، يبقى في تيمات صيانه موجودة بتعمل صيانة بقى للجناين وتنظف الشوارع والمية واللاندسكيب والكلام ده، خلاص؟ لأن احنا لو سيبنا الكومباوند بدون نظافة وبدون صيانة يبقى كأننا ما عملناهوش، هيبوظ. فنفس الكلام بالظبط، انا لما اجي، انا لما اجي استلم منك، انا الراجل بتاع الاوبتمايزيشن، اجي استلم منك السايتس او اي سايت. على فكرة الراجل بتاع البلاننج ممكن يكون بيبلان سايت واحد في اريا معينة، بستلم انا منك السايت ده، فسايت او مجموعه سايت استلمها منك، استلمها منك ايه؟ على المفتاح اللي هو الكي بي ايز، حتى كي بي اي يعني كي بيرفورمانس انديكيتورز، تمام؟ واستلم منك، وبعد كده بقى انا كاوبتمايزيشن منوط بيا ان انا ايه؟ استلم السايتس دي واكمل معاك. عندي اي مشكله او بتاع انا بقى ايه؟ بلعب فيها اكوردنج تو ايه؟ الكي بي ايز بتاعتي اللي هي الاكسسبيليتي والريتينابيليتي والايه؟ السيرفيس انتجريتي. طيب الراجل بتاع البلاننج ده لو عامل بلاننج غلط، ايه النتيجه؟ انت عارف ايه النتيجه؟ حياه الراجل بتاع الاوبتمايزيشن اتقلبت عذاب. بصوا يا جماعه القاعده دي، جود بلاننج ايكوال ايزي اوبتمايزيشن. تبلان صح تخلي حياه الراجل بتاع الاوبتمايزيشن جنه، هتبلان من الاول غلط هتخلي حياته جحيم بلا مبالغه. انت مقوم سايتس وكمان بقى لما تكون اري على بعضها بقى، وانت عامل بلاننج غلط. بلاننج غلط زي ايه؟ زي مثلا انت المفروض في اريا معينه، خلاص، تحط السايتس بتاعتك على ارتفاع مثلا 30 متر، فانت مش لاقي مكان تحط في السايت على ارتفاع 30، بس لقيت على ارتفاع مثلا 40 او 50، فقمت رايح حاطط السايت. هل ده كده صح؟ لا، مش صح. فلما تعمل كده انت كده عملت بلاننج غلط، هيؤدي في النهايه لنتائج غلط، هتتعب وراك الراجل بتاع الاوبتمايزيشن بعد كده. لا، انت بلان صح من اول وجديد، من الاول خالص، تمام؟ من الاول خالص انت كراجل بتاع بلاننج بلان صح، وطلع السايت على كي بي ايز مظبوطه، خلاص خلاص، تمام جدا، تمام قوي. طيب عشان كده الناس بتاعت البلاننج لازم تبقى فاهمه الشغل بتاع الاوبتمايزيشن شغال ازاي، والناس بتاعت الاوبتمايزيشن لازم تبقى فاهمه الشغل بتاع البلاننج شغال ازاي، تمام؟ انتوا يا جماعه الاثنين، انتوا الاثنين ار اف، تمام؟ خلاص. عايز اقول لكم على حاجه، في شركات بتتبع اسلوب اصلا ان يكون مفيش حاجة عندهم اسمها تيمز للبلاننج وتيمز تانية للاوبتمايزيشن. في شركات كده، وفي شركات تانية بتفصل، يعني لا، انا عندي تيمز خاصة بالبلاننج فقط، وفي تيمز تانية خاصة بالاوبتمايزيشن فقط. طيب ايه ميزة ده وعيب ده؟ الناس اللي بتضم، يعني انا مهندس بيبقى اسمي ار اف انجينير، ما اسميش اوبتمايزر، ما اسميش اوبتمايزر ولا اسمي بلانر، لا، انا اسمي ار اف انجينير. يعني ايه؟ يعني بفهم في الار اف كله، بفهم في البلاننج وافهم في الاوبتمايزيشن. فالراجل ده حياته هتبقى ماشيه ازاي؟ لو هو عنده اريا، الاريا دي هو مسؤول عن كل حاجه بقى، هو اللي هيعمل بلاننج، هو اللي هيحط السايت، وهو اللي هيكفر، وهو اللي هيعمل كل حاجه، خلاص؟ وعشان هو فاهم اوبتمايزيشن اصلا، وهو بيطلع السايت هيطلعه باللي يريحه هو في الاوبتمايزيشن. كي بي ايز مظبوطه، كفرج مظبوط، كل حاجه تمام. كويس؟ ده عيبه ايه؟ عيبه ان 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 شغل البلاننج طبيعته تختلف عن الناس بتاعت الاوبتمايزيشن. الراجل بتاع الاوبتمايزيشن راجل دماغ قاعد في المكتب بيفكر، بيطلع سوليوشنز وينفذ. الراجل بتاع البلاننج هلك، بينزل
ويبص على المنطقة ويشوفها ويبص هنا في جبل، هنا في عمارات، مش عارف ايه المنطقة دي دنس كثيفة او لا مش كثيفة، ده والله وانا بحط السايت ده في وشه عمارة، لا ده في وشه شجرة، ده في، ففي هلك كتير في شغله. فالراجل وبينزل يعمل سيرفي وشغلانة، تمام؟ فهو لازم، انت عاوز تجمع كده، عاوز تحط لواحد اللي هو اسمه ريف انجينير ده شغلانة ذات شقين، شق فيه هلك وشق تاني في المكتب، مش هيعرف يعمل اتنين، استحالة. هو الاول مطلوب منه ينزل ويبص، ويبص كتير وبيبص كذا مره، ممكن يكون عاوز يبلان يحط سايت في مكان ما يعرفش، ممكن مثلا المكان ده في مدرسه، حلو، وما ينفعش انك تحط سايت في مدرسه، يعني انت وانت بتبلان طلع ان المكان ده في مدرسه فما انتش عارف، فانت عاوز تجيب اي مكان تاني قريب منه، فبتنزل كذا مره وتبص وتشوف هل السايت، طب لو انا حطيت السايت في المكان ده ينفع ولا لا. كل ده انت ايه، انت كراجل اوبتمايزيشن انت خد بالك بيبقى معاك اريا، يعني ايه؟ يعني انت مطلوب منك تبلان وفي نفس الوقت انت اوريدي كده كده معاك سايتس عملت عملها اوبتمايزيشن، تمام؟ طيب فطبيعه الشغل بتاعت البلاننج صعبه شويه، تمام؟ صعبه كمانجمنت، مش صعبه كعلم، لا خالص. الفكره ان انت هي بس بتحتاج الروتين شويه، تمام؟ وفي نفس الوقت انت مثلا عايز تطلع سايت فانت محتاج له تصاريح وتروح للاونر بتاع المكان ده وتقول له انا عايز اعمل عندك سايت ومش عارف، يعني اقصد ايه، الورك روت او الطريق اللي انت هتاخده عشان تبلان سايت طويل جدا، طويل، تمام، طويل. ده يتعارض مع حد عاوز يقعد في مكتب ويشتغل شغل اوبتمايز، ما انت معاك اريا، في سايتس لو انت عاوز تعملها بلان بتبلان، وفي سايتس اوريدي معاك اوبتمايزيشن فانت عاوز تعملها اوبتمايزيشن، طب هتعمل ايه؟ فعشان التعارض ده الناس بتفصل، تمام؟ طيب ايه كان ميزتها، ايه كان ميزتها لو انت ماسك الاتنين مع بعض؟ اولا كنولج علميه جامده جدا، خلاص، النو هاو، انت عندك معلومات علميه في البلاننج وفي الاوبتمايزيشن والدنيا تمام معاك قوي. لكن عيبها زي ما قلت لك كده، انت عندك طبيعه شغل مختلفه خالص، ما تنفعش تضمهم، عشان كده اغلب الناس بتفصل. الفصل بقى، الفصل بيخلي لك الناس بتاعت البلان بتبلان، هو عمال يبلان ولا اي حاجه، لو في حاجه لو راجل اوبتمايزيشن بيطلب من راجل بلانر يعمل حاجه اللي هو عاوزها، تمام. وكمان لو في حاجه فيها مشكله في البلاننج بترجع للراجل بتاع البلاننج، هو مع نفسه بقى يدوس فيه، لو في حاجه في الاوبتمايزيشن فيها مشكله الراجل بتاع الاوبتمايزيشن مع نفسه بيوبتمايز. فالفصل ده ايه، مهم. طيب القصد ان الراجل بتاع البلاننج والاوبتمايزيشن اصلا في الاساس هما الاثنين حاجه واحده اصلا، يعني تبع مسمى واحد، فالمفترض ان هما الاثنين فاهمين شغل بعض وفاهمين كمان علميا، يعني الراجل بتاع البلاننج المفروض يبقى فاهم في شغل الراجل بتاع الاوبتمايزر، وبتاع الاوبتمايزر فاهم علميا الراجل بتاع البلاننج بيعمله. عشان كده انا دايما بنصح الناس بقول لهم ايه، انت كبلاننج لازم تبقى دارس اوبتمايزيشن، وانت كاوبتمايزيشن لازم تبقى دارس بلاننج، هما حاجه واحده اصلا، تمام. بره في الدول الاجنبيه وكذا اوقات كتير قوي بيقصر مسماك ار اف انجينير، تمام، خلاص. طيب يبقى فهمنا ايه جود بلاننج، يديك ايه اوبتمايزيشن سهل وكلام جميل. طيب هل في عمرك شفت شغل بدون درايف تيست؟ هل في شغل في الار اف بدون درايف تيست؟ لا، لازم يكون في درايف تيست، لازم يكون في درايف تيست. ليه؟ هتقول لي ما هو انا ممكن اعتمد على الاوبتمايزيشن والتولز اللي في ايديا بتاعت الاوبتمايزيشن ان انا امشي الدنيا. هقول لك مش هتعرف. ليه؟ انا مثلا لو انا عندي، مثلا لو انا عندي اريا معينه كده وفيها كول دروب ريت عالي مثلا، هل انت كاوبتمايزر وانت قاعد في المكتب كده تفتح الشاشه كده يطلع لك الكاونتر اللي اسمه كول دروب ريت في اريا معينه، في اريا، ها؟ اريا دي مجموعه من السيلز، كول دروب ريت مثلا معين 1% وانت المفروض تنزله ترجعه لطبيعته اللي هو 0.5% مثلا. طيب انت ممكن يبان لك من السيستم حاجات كتيره تقول لك الكول دروب ريت ده سببه ايه. طيب هي المشكله مش في كده، هي المشكله هو الكول دروب ريت ده فين بالظبط، هل هنا ولا هنا ولا متوزع في الاريا كلها، يعني مجموع الكول دروب ريت على الاريا كلها 1%. ما هو افرض ان في سايت هو اللي مسبب النسبه ان هي ارتفعت، يعني انا مثلا ممكن يكون عندي الاريا دي مثلا فيها 10 سايتس وسايت منهم هو اللي مسبب لي ان النسبه دي هي اللي ايه، هي اللي عليت كده بقت 1%،
مش السايتس كلها، وممكن يكون 1% دي متوزعه على كل السايتس اللي موجوده. طب ده انت هتعرفه ازاي؟ لازم تنزل بنفسك حد درايف تيست يمشي في المنطقه عشان يجيب المناطق اللي فيها كول دروب ريت. طيب مثال تاني، اريا معينه، مش في اريا معينه ما بيكونش فيها تغطيه، مثلا الحته دي مثلا ما فيهاش كفرج، نو كفرج، هتعرفها ازاي دي؟ هتعرفها ازاي؟ لازم الراجل بتاع درايف تيست يمشي بالعربيه، فيقوم لما يدخل المنطقه دي يلاقي نو سيجنال، فيعرف ان الاريا دي ما فيهاش كفرج. فهمت؟ فانت لازم يبقى معاك الناس بتاعت الدرايف تيست، خلاص، ولازم الدرايف تيستر يكون كواليفايد. تمام كده يا جماعه؟ يا جماعه الدرايف تيست ده اصلا كان من احد التاسكس، درايف تيست ده كان من احد التاسكس بتاعت الراجل اوبتمايزر والله. تمام؟ يعني زمان الراجل بتاع اوبتمايزر كان هو بنفسه بينزل يعمل درايف تيست، بس زي نفس بنفس المبدا اللي كلمتك عليه في الفصل ما بين البلاننج والاوبتمايزيشن، الراجل بتاع الاوبتمايزيشن عنده تاسكس كتيره. التاسكس كتيره دي صعب ان هو بنفسه ينزل يعمل درايف تيست وفي نفس الوقت اوبتمايز، صعب. عشان كده عملوا سبليتنج او فصل لجزء من وظيفه الاوبتمايزيشن اللي هي درايف تيست، وخلوها حاجه منفصله. يعني انت في الاساس المفترض دماغك دماغ راجل اوبتمايزر، انما الناس بتعمل ايه بقى في درايف تيست؟ هو شغال ريكوردر، بينزل مع التيمس ويلف في المنطقه يريكورد الفايل اللوج فايل ويبعته للراجل البوست بروسيسنج وهو مع نفسه. طب يا سيدي ايه اللي حصل في الاريا هنا؟ الكولد دروب ريت ده سببه ايه علميا؟ ما هوش عارف، عشان كده هو يفضل درايف تيستر، مش هيتعدى كده. تمام؟ فلازم تبقى فاهم ان انت كدرايف تيست انت اصلك في الاساس شغلانتك جزء من شغلانه الراجل الاوبتمايزر. تمام؟ يعني انت مفترض راجل علميا عالي يعني. تمام؟ فانت كراجل اوبتمايزيشن لازم تشتغل مع ناس درايف تيسترز بتفهم. تمام؟ لان انت لو هو عمل لك شغلك بايظ هيبوظ الدنيا عليك. تمام؟ وكمان ما يطولش الدنيا عليك. يعني انت ممكن تنزل درايف تيستر يعمل لك الشغل وما يعملوش من اول مره، فتنزله تاني فيعمله برضو غلط، فتنزله تالت، فانت عشان تعمل تاسكايه، تعمل تاسك معينه، هتنزله 5 6 مرات. فلازم يكون الناس كلها كواليفايد. ده اللي انا عاوز اوصل له، ان الراجل البلانر كواليفايد يعني فاهم شغله، وعلميا النو هاو العلميه يعني فاهم يعني ايه بلاننج وبيبلان ازاي، وفاهم في شغل الاوبتمايزيشن، والراجل الاوبتمايزر هو نفسه فاهم، والراجل بتاع الدرايف تيست فاهم شغل. لو الثلاثه دول تمام هيطلع جود بلاننج ايزي اوبتمايزيشن، وانت مسيطر على الدنيا بالدرايف تيست. غير كده النتورك الاداء بتاعها هيبقى ايه؟ مش تمام. خلاص كويس كده. طيب حلو قوي. يبقى اختصارا لكل الموضوع، ان انت الفرق ما بين الثلاثه، الفرق ما بين الاوبتمايزيشن والبلاننج هي كي بي ايز، خلاص، ولازم كل واحد فيهم يبقى فاهم هو بيعمل ايه وبيشتغل ازاي، والنو هاو، النو هاو يعني العلم، يعني العلم بتاع البلاننج بيقول ايه، او العلم بتاع الاوبتمايزيشن بيقول ايه، او العلم بتاع كذا بيقول ايه. تمام؟ لازم يبقى فاهمه، ولازم كل واحد فيهم يبقى فاهم التاني بيعمل ايه. خلاص كده الدنيا تبقى ماشيه، غير كده الدنيا يبقى فيها مشاكل من غير ما ايه ما تفكر. خلاص.